السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم هبة حسن من قناة هاند ميد. لو كنتي اول مرة اشوف القناة اشتركوا في القناة وفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل علبة المناديل دي، حلوة جدا وشيك وسهلة برضو في نفس الوقت. انتي طبعا الالوان بتظبطي الالوان زي ما انتي عايزة، على حسب ذوقك، على حسب الانتري بتاعك. ادي اهو، هنا حاطه استك عشان احط العلبه ما تقعش لو شرتيها في اي من اي مكان اهي. تمام. طبعا انت بتظبطي، ممكن تغيري في الاستراسات، تغيري في الاشكال زي ما انت عايزه اهي. هنقول دلوقتي محتاجين ايه. محتاجين ورق اسمه نصبيان، تخين عامل زي الكرتون كده اهو. تمام. انتي ممكن تستخدمي الكرتون عادية تشتغلي بيها. احنا هنجيب الورق ده، احنا عايزين نعمل القاعدة، الجزء المربع. هنعمل ايه؟ هناخد مقاسات، هنعمل قطعة 25 في 30. تمام. 25 في 30، وهنقسم ال30، هنقسم ال30 9، هناخد 9 وناخد علامة. اهو، و9 من الناحية التانية وهناخد علامة. تمام. اهو هنعمل ايه؟ الجزء اللي في النص هنعمل فتحة كده، انتي ممكن تعلميها بأي حاجة عندك، هنعلمها كده. تمام. او فتحة مربعة زي ما انتي عايزة. هنعمل ايه بقى؟ احنا خلاص قطعنا الورق، هو جامد شوية يحتاج مجهود. ده وش الكرتونة وده الظهر. العلامة اللي احنا عملناها الخط، هنيجي بالقطر ونروح دايسين عليها جامد كده، قاطعين يعني مش قاطعينها للآخر، قاطعين نصها كده كده، وهنا هنمشي بالقطر كده ونقطعها. تمام. اللي احنا قطعناه هنتني كده، هنتني الكرتونه كده اهو. وهنتني الناحيه الثانيه اهو. اهي بصوا تنيناها اهي. تمام. انا ما قطعتهاش من جوه اهي، ما قطعتهاش من هنا، انا بس عملت خط بسيط اللي هو لما اجي ابنيها يعمل لي زاويه كده. تمام. وهاخد مقاس القطعه دي على حسب ما تطلع معاكي اهي، على حسب ما تطلع معاكي تاخدي المقاس كده وتقصي. هنعمل كده ونحط على الورق وناخد المقاس ونقص، هنلزقه، هنلزق كده بالشمع في الشمع هلزق كده.
انا لزقت الجوانب اهي بالشمع، اي زيادات تقصيها. تمام اهو بقت العلبة اهي. احنا دلوقتي عايزين نعمل الجزء اللي هنحطه ورا ده، اللي هو ده. ده هنا انا عاملة هنا ورق وهنا ورق وبينهم كرتونة. تمام، انا جبت حتة كرتونة قصتها شكل دوران عادي وعملت لها جوانب عشان هنعملها كده. بصوا اهي، هنحطها هنا كده. تمام، احنا قلنا احنا هنحتاج الورق ده، هنحتاج الورق الكريب لونين. انا هعمل اللون الروز في الفضي. يلا نقطع بقى الفوق، هنبتدي نقص الورق. هنجيب القطعة اللي احنا عملناها وهناخد المقاس كده، هنعمل كده 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 كده، خدنا المقاسات هنقص. هنقص من هنا، هنيجي الجزء الظهر ده هنحطه كده وهنعمل بالقطر. تمام، هنقص، هنعمل قطعتين كده وكده. تمام، ما ننسى. ونعمل الجوانب، ناخد الجوانب ازاي اهي اهي. هنبتدي نلزق، هناخد اللي احنا عملناها كده اهي اهي، هنظبط كده اهي، وهناخد علامة من جوه اهي. هنقصها بالمقص او بالقطر. اهو انا قصيتها، هنجيب ورق هنلزق هنا كده. ونظبط على قد القصة اللي احنا قصيناها بالظبط اهو. هنعمل الناحية الثانية.
تمام اهي، هنلزق الجوانب، هنبتدي نلزق الجزء ده كده، نظبطه بالكرتونه ونحط الجزء الثاني فوقيها. هنظبط اي زيادة مع بعض تمام، وهلزقها هنا كده. انا خلاص لزقتها. إيه هنبتدي بقى نزين، هنعمل ايه؟ عايزين نعمل الايد بتاعت الانتريه. هنعمل ايه؟ هنجيب كرتونة اهي، وهنعملها كده كده عشان تبقى طريه معانا، ونعملها شكل الدوران كده ونلزق اهي. هنعمل اتنين تمام، وهناخد مقاس باللون التاني. عملنا الاتنين، هنجيبنا اللون التاني، ورق اللون التاني، وهنلف كده عليها. هناخد مقاس الجزء ده، هنحط كده اهي الناحية دي. خلاص خلصتها اهو، هنلزق ده كده وده كده.
تمام. هنبتدي بقى نزين. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. دلوقتي هنعمل الجزء ده. هنعمل ايه؟ هنجيب قطعة المقاس ده، مقاس الجزء اللي هنعمله، وهنتنيها كده، هنتنيها كده اهو. ونيجي عند الجزء المفتوح نرسم بالقلم كده، شايفين فستونات كده، وهنقصها من عند الجزء المفتوح، وهنقصها كده ونظبطهم على بعض، ونقص تمام. هنعمل فيونكة هنقص حتة كده، هنعملها كده، هنيجي من الحتة المقفولة نعمل كده مفتوحة العكس اهو، نفتحها هنلزق كده تمام. هنعمل المخدات، هنعمل قلب، ممكن ترسمي قلب في الظهر وتقصيه، عايزين قلب كمان هنا، هنعمل قلب باللون الروز. مثلا لو ما بتعرفيش تعملي الطريقة دي هنرسم قلب اهو،
كده ادي مخديت هنلزق. هنلزق ده اهي الفيونكة. انتي بقى زودي براحتك. ايه الجزء اللي هنا هنعمله ازاي؟ احنا قصينا الحتة اللي احنا قصيناها دي، هناخد عليها المقاس اهي، ناخد عليها المقاس كده، هنرسم عليها المقاس وهنجيب مقص مشرشر ونقص من بعدها اهي. تمام، ومن هنا هنقص
انا اهو خلصت. انت بقى تحبي تزودي استرس براحتك كده.